الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إن لها حاجب مشتبك مع بعضه مع البعض، تقول وقد أرادت إزالتها، إزالة المنطقة المشتركة بينهما بمادة تسمى الحلاوة، ولكنها أزالت شيئا من شعر الحاجب بدون قصد منها، فما الحكم؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، الجواب في فرعين. الفرع الأول أن إزالة المنطقة فيما بين الحاجبين لا بأس بها في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله، فإذا كان حاجب المرأة متصلا وأزالت اتصاله في الجزء فيما فوق الأنف فإنه لا بأس بذلك إن شاء الله، لأن العادة لم تجري باتصال الحاجبين، فهذا شعر زائد، فلو أخذته المرأة فلا حرج عليها، وهذا من باب إزالة العيب. والفرع الثاني ما أخذته المرأة من الشعر الذي لا يجوز أخذه من حاجبها من غير قصد لا حرج عليها فيه ولا تأثم بذلك، لأن المتقرر عند العلماء أن التكاليف الشرعية مشروطة بالقدرة على العلم والعمل، والمتقرر عند العلماء أن فعل المنهي عنه لا يؤثر إلا بذكر وعلم وإرادة، فهي أخذت شيئا من هذا الشعر الذي يحرم أخذه في حال كونها غير مريدة ولا مختارة، وإنما هي مخطئة، والله عز وجل يقول: ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فأنت أخذت شيئا من هذا الشعر عن غير تعمد ولا قصد ولا إرادة، وإنما عن خطأ، والخطأ في هذه الأمة مغفور رحمة وفضلا من الله عز وجل، والله أعلم.